سافر بره، اصل بلدي مش شايلاني. هتسافر بره تعمل ايه يا حلتها؟ ما انت هتغسل صحون. اوعى تفتكر ان اللي عندك يخليك تبقى حاجه بره. وبعدين تيجي الناس تقول ماشي الجيش مالكش دعوه بيه، فتشتمهم. امال مين يا حبيبي اللي هيحمينا؟ مين اللي هيحمي اصلا الدنيا دي كلها؟ ده احنا جيشنا وبلدنا لما وقفوا على رجليها حيوان، ليبيا ظبطت والعراق ظبطت وسوريا ظبطت. ما دام بتتكلم في سياسه، تعالى يا حلتها قول لي، بتتكلم عن سينا وتقول حرب في سينا، مساحه سينا كام يا عرس؟ تعرف مساحتها كام؟ تعرف فيها كام قريه؟ تعرف عوائلها؟ تعرف ايه عنها غير نويبع وطابه وشرم الشيخ والغردقه؟ تعرف ايه اصلا؟ تعرف ايه الفرق ما بين شمال سينا وجنوب سينا؟ تعرف عددهم قد ايه؟ عدد الناس اللي ساكنه فيها قد ايه عشان تيجي تتكلم عن ده؟ تعرف ايه عن تاريخ بلدك؟ يا اللي عندك 20 سنه اللي بتزيد. عندنا مشاكل احنا اللي عاملينها لنفسينا زي اللي انتوا بتعملوه دلوقتي. في مشاكل ماديه واقتصاديه، مش بس هنا، في كل حته، في كل حته. لكن ده ملوش علاقه بالحاكم وملوش علاقه باللي ماسك، واللي بيسرق ما بيسرق منا فينا برضه. المدرس ده منا فينا، الدكتور ده منا فينا، المهندس اللي بيبني عماره وتقع منا فينا، اللي بيطلع يزيد ويقول كلام هو مش فاهمه منا فينا، اللي بيفجر نفسه منا فينا. ادي ربنا. واللي مش عاجبه اللي انا بغلط في محمد علي اشرب من البحر، لان ده مش راجل. واعتقد انتوا شفتوا اليومين اللي فاتوا الحاجات اللي بتنزل وتاريخه واللي اهله نفسهم قالوا عليه. انتوا مغيبين، انتوا مش فاهمين يعني ايه، يعني ناس محترمه، يعني ايه بلد تقوم. انزل ابني، انزل اشتغل. اللي مش عاجبك ده قوم لك بلدك كامله في كام سنه بعد ما كنت خرابه. اللي مش عاجبك ده هو اللي بيقوم البلد، وهيجي برضه اللي بعده هيقوم البلد، لان المؤسسه دي مؤسسه محترمه ورجالتها وظباطها رجاله بيروحوا يموتوا نفسيهم عشان انت يا كلب تشتغل وتعمل فلوس وتسافر وتشتم فيهم. الاساتذه اللي قاعدين بيشتموا فينا بعد الفيديوهات اللي عملناهم انا برد عليكم رد. انا معروف ساكن فين واغلب فنانين